شلهم الجناية؟ ايش اخباركم؟ تحياتنا لكم شباب، ويانا تقريب واحد معسل، بس عندنا مواضيع اليوم نريد نسولف فيها بهذه من انا. شباب لا تنسونا باللايك والاشتراك. شباب هن اثنين اجن تقريب من كتر الولاية وطبل بالطيور. اليوم الطيور ما طرت ذاك المطيار بالفصل، ما ادري الحمام ايش بيه، مستبرد ما اعرف شو. اول درجة الحرارة ثابتة الحمام، بس يا هاي الحمد لله والشكر. ان شاء الله شباب اليوم راح نسولف مواضيع هواي بخصوص الداية، وظلوا ويانا كمل الفيديو للاخير. اليوم ان شاء الله راح يعجبكم الفيديو ان شاء الله. ايش الطيور؟ مواضيع ان شاء الله تعجبكم اليوم هواية بخصوص الداعية يعني، بس خلي حتى نطير. هذا شباب واحد جوا راهن، ما ادري ليه مو ليه، بس ما عاد طير هيك يعني، يطير لا ما عاد طير هيك يطير دائما والله. مو ليه ذاك الطير هذا، ذاك مو لي هاي الطيور ويانا واحد، ذاك شرد. شو استحقنا على الداير؟ هو طول راد المشكلة هذا. هذا شباب الحمام راح يقعد والفحل وياهم. فنت شنو حطيت؟ يلا بس تكون حطة عدلة. هنا شباب بيهن ذن اثنين ماردات الحمام، زوجات بيناتن. هذا شباب قعد. هذا عافية والله، هو عده بس ما ادري شلون. كريستيانو يوم شنو هذا؟ ما اعتقد يطب هذا الشباب، والله شاهد ما اظن يطب. ذاك في صف المرجاني. شباب الحمام طوراد مو عسبالكم هذا من يمشي يريد يطب، نغص هذا يريد يطير. عافية بعد قلت ولا يطب هذا الطيران. بس الباب مش يسد المشكلة. اليوم اكل الباب هذا، باب سيد عماد، هذا اكثر متابعينا يعرفونه. وقع القفل جو. وينك وينك لك؟ شلون طبيت انت؟ ما ادري الله شاهد. شوف الحمام، هو شباب هذا شهر طورات والحمام بعد خربة سالفته، كل يعرفه. وين هذا راح؟ شباب سووا لنا حافز هذا الفيديو، ان شاء الله عندنا اليوم هواي امور حلوه. شلون حطيت شواقي؟ شلون حطيت؟ والله العظيم شباب بالحط انا مو قصه المطيار، بس من حدقه هذا الطير ما ينزل ما يطب العفو، لان يعني منتبه له منتبه له، مو مال طير يطب. يلا ولك انزل شباب، خلنا نطببه الوقت تاخر. وينك يا حبيبي وينك؟ شباب والله حتى تيهت، شاهد الله شاهد. وين الفعل؟
ها هذا هذا بصف ولدنا. هذا هو شباب الطير. شوف راعي انا خادم. لا باس ما بي شي طير. لا باس. يلا طلعني يلا يلا يلا. لا شباب هذا فحل. شوف هسه قاعدك واحد مثل اثنين متابعينه قالوا فحل يابه. هذا يا هو شو تقولون انتم فحل او مو فحل؟ هذا بصف المشعشع الحافي والله 100% فحل. شباب الحمام طلعناه من جديد. يا الله والله شباب القفل ذاك فايدنا وعلي وعلي فايدنا على باب سيد عماد. على على يومك على هيك شباب. اي شباب اليوم الحمام يعني ولا طار دوم. يوم الاستعراض الله شاه. شوف ذنه وين. هاي 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 شباب شباب اليوم ان شاء الله نسولفه. ابعون الله واهل البيت وان شاء الله تعطونا الراي. ولو هو الوقت تأخر بس شو تسوي شو تسوي شباب. من ذاك الركن اول شيء اللهم صل على محمد وآل محمد. من ذاك الركن هذا الركن راح كلها خانات هاي. ومن هذا الركن لهذا الركن راح كلها خانات للارتفاع. يعني اربع خانات طبق واحدة فوق الثانية. ومن ذاك الركن لهذا الركن كلها خانات هم طبق. هم كل خانة فوق خانة الأربع خانات. لو أربعة راح أسويها لو ثلاثة نشوف شنو هو. لو أربعة لو ثلاثة إن شاء الله راح أجيب داية مرتبة. داية يعني صدق من تقول داية كله ترهيم إن شاء الله. شباب سووا لنا حافز لهذا الفيديو. سووا لنا وهاس خلينا نجيب لنا داية. وكتبوا لنا بالتعاليق نجيب داية او لا نجيب داية او لا. لان جاينا موسم الصيف ورد نتونس عليها. وان شاء الله اسويها ثقيلة اوخر هاي الهوسة. وان شاء الله اسويها شلون شباب المحمية. بس مو يعني مو هسه مو اكيدة ارفعها من انا بالشاش حديد ومنها بالشاش حديد همه احتمال جو الكمين شوية ما الشباب. يعني نجيب النقش الحلو. يوم الحمام ليش فيه علي يوم يومين وعلى نعمة يومية. شو تقولون شباب اعطونا رايكم. تحياتنا لأهل العمارة. ولد خابرني على شنو على البولندي والشاملي حسب على قريب اني منطقته فرشي. حتى الكهرباء طقت. شباب اعطونا رايكم. والله هذا امس تقريب خططنا بيه بالليل انا وولد. قال جيب داية. قلت له والله اكرهها وما لخلقها بس شو تسوي راح نجيبها على مودكم وان شاء الله بنتونس وياها سوى. والله هي الداية شباب تونس بس هي تعب ويراد لها فلوس. يعني هم للداية وهم للخانات ومشكلة. يعني تاكل فلوس يعني مو تقول فلوس. بس ان شاء الله ما يخيب الظن بكم. صعدونا القناة وسوونا حافز لهذا الفيديو والفيديوهات اللي قبلها. ونشكر جميع انسان اعطانا لايك واشترك بقناتنا وفعلنا الجرس. شباب اليوم هذا وينه
وين هذا البولندي؟ هذا هسه طبل الجو ان شاء الله دون نتونس شباب، حتى اذا الله سهل لنا وسويناها. هاي ذا شباب، ذاك البولندي، هذا البولندي. تعالوا وين تردين؟ طلعتها خربت لنا الحلقة. الله يهمك. هذا شباب البولندي، راح يجي ولد شوي بعد يشوفهن من المنطقة، عجبنا ياخذهن، ما عجبنا راح اخذهن للديوانية، ابيعهن بالديوانية. وهذا قام يدق ظهري عن تقريبا صار له 5 ايام جبته، وصلتهم على واحد، وهذا هم قام يدق ظهر الشاملي، والتسهيل من الله. يا الله شباب، ان شاء الله اليوم راح التفق ويا النجار هذا اللي يدق الخانات، راح اروح لليوم التفق وياه. اللي اتفقنا داقين ان شاء الله الخانات هاي الايام، ونظل نلقطن الداية، يعني كل زوج نجيبهن ان شاء الله انزل بهن فيديو لكم، وان شاء الله الدور بين يوم ويوم، والفيديو الدور راح ننشره الساعة تقريبا بالـ7:30 بالليل او بـ8، او بـ7:30 او بـ8 او بـ7:30 بالاكثر. يلا شباب، شنو رايكم بهاي العملية؟ خلنا بعد لكم الصورة شوية شباب. هذه من الركن هذا للركن ذاك ان شاء الله. اول ما راح هسه ايش اجيب؟ راح هسه اجيب 30 خانة، 30 راح اصطرهن من هنا، هنا قليلات 30. بس شو اسوي راح شباب؟ كل احتمال 6 خانات راح اسويهن سوية، كل 6 راح اسويهن سوية، لان مكان ما عندي يصعد منه الحصار كامل، مثل كل 10 كل اكثر راح يسوي، كل 6 خانات راح اصعدهن سوا. والتسهيل ان شاء الله من الله، وندعونا بتسهيل الامور، والله يشفيكم شر بنادم بحق محمد وآل محمد. يلا شباب، منا وننهي الفيديو، نريد من عندكم لايك واشتراك، على مود شنو يا شباب سوونا واحد، خلي حطه شباب نصوركم اياها شوي ونونسكم.